بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقيكم في غرة سلسلة حلقات متتابعة لمراجعة مبحث الجغرافيا للثانوية العامة، مسلطا الضوء على أهم المحاور الرئيسة في هذا المبحث والأسئلة الهامة من خلال الأكاديمية البريطانية للتعليم الإلكتروني، وبالتعاون مع بوليتكنيك فلسطين للتقنيات التطبيقية ووزارة التربية والتعليم. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وينفعنا بهذا الجهد الذي يمكننا أن نحقق من خلاله الفائدة لأبنائنا في الثانوية العامة. طبعا في البداية نبدأ بالوحدة الأولى كمراجعة عامة بإذن الله تعالى. طبعا الوحدة الأولى أبنائي وبناتي الطلبة تتطرق إلى الجغرافيا المناخية، ومن خلالها سندرس بإذن الله تعالى مفهوم المناخ والطقس وعناصرهما المختلفة من إشعاع شمسي ودرجة الحرارة والضغط الجوي والرياح ومظاهر التكاثف وغير ذلك. ومن هنا لابد من التعرف على مفهوم الجغرافيا المناخية. لو طرح أمامنا سؤال، وهذا قد يأتي في الامتحان، ماذا نعني بالجغرافيا المناخية؟ السؤال بسيط ولكن إجابته تتطلب منا فهما واضحا للجغرافيا المناخية وللطقس وعناصرها بالكامل. لذلك لو تحدثنا مفهوم الجغرافيا المناخية نقول هي أحد فروع الجغرافيا الطبيعية التي تدرس الغلاف الغازي. إذا الجغرافيا المناخية تدرس الغلاف الغازي. طب ماذا تدرس في الغلاف الغازي؟ تدرس المناخ والطقس وعناصرهما المختلفة من إشعاع شمسي، حرارة، ضغط جوي، رياح، تبخر، مظاهر تكاثف إلى آخره. وبالتالي نوجد هنا علاقة التأثير بين عناصر المناخ وعناصر الطقس مع الإنسان والحيوان والنبات. إذا يمكننا أن نلخص الجغرافيا المناخية بأنها أحد فروع الجغرافيا الطبيعية التي تدرس الغلاف الغازي وعناصر المناخ والطقس وتأثيرهما على الإنسان والحيوان والنبات. ومن هنا لابد من أن نفرق بين مفهومين، الطقس والمناخ. الطقس والمناخ مفهومين مختلفين، وكثير من طلابنا في الثانوية العامة يزاوجون أو يخلطون ما بين المفهومين، كما قد يخلطون أيضا مفهوم المناخ والمناخ، يعني المناخ هو حالة الجو ولكن المناخ هي المكان الذي يربط به الجمل. إذا يجب أن هنا أولا أن نفرق بين مفهومي الطقس والمناخ حتى نتمكن من فهم عناصر المناخ فيما بعد بإذن الله تعالى. عندما نتحدث عن مفهوم الطقس نقول أنه حالة الجو خلال فترة زمنية قصيرة ولمنطقة محددة. عادة هذه الفترة الزمنية تقدر بعدد من الأيام وتعطي صورة مؤقتة لحالة الجو التي تتغير باستمرار، ولذلك دائما نلمس حالة الطقس فيها تغير واضح، وهذا ما نلمسه من خلال استقرائنا للأحوال الجوية اليومية. بينما حالة المناخ هي حالة الجو من حيث عناصر المناخ المختلفة ولفترة زمنية طويلة ولمنطقة واسعة كإقليم كبير جدا. وعادة المناخ يؤخذ بمعدل يقدر بحوالي 35 سنة. إذا الآن الطقس حالة الجو خلال فترة زمنية قصيرة لمنطقة محدودة، تقدر طبعا هذه الفترة الزمنية كما أسلفنا ببضعة أيام. بينما نجد أن المناخ يؤخذ لفترة زمنية طويلة جدا ويؤخذ بمعدل، ويؤخذ أيضا لمساحة كبيرة جدا عادة تمثل إقليم كبير جدا. نجد أيضا هناك فرق واضح بين الطقس والمناخ، أن الطقس حالة الجو متغيرة أما المناخ فحالته ثابتة، وهذا ما نلمسه الآن من خلال عملية المقارنة التي نشاهدها الآن على الشاشة. الطقس يصف حالة الجو خلال فترة زمنية قصيرة، المناخ فترة زمنية طويلة. الطقس يصف حالة الجو في منطقة صغيرة كمدينة كقرية منطقة محددة إلى آخره، أما المناخ فيصف
حالة الجو في مساحة كبيرة جدا. أما الطقس فهو حالة متغيرة لعناصر المناخ المختلفة، بينما المناخ حالة الجو في مكان ثابت أو فترة ثابتة وأيضا مستقرة نسبيا. ننتقل الآن إلى العلاقة ما بين الطقس وعناصر الأنشطة المختلفة، وهنا لابد من التعرف على علاقة عناصر المناخ وتأثيرها بالأنشطة المختلفة التي يمارسها الإنسان والحيوان والنبات. ولعل أبرز الأسئلة التي يطرح في هذا الجانب السؤال الذي نشاهده الآن على الشاشة. السؤال يقول: علل للظروف المناخية أثر في العمليات العسكرية؟ وقد يصاغ السؤال في الامتحان بصيغة أخرى: ما أثر المناخ في العمليات العسكرية مع التمثيل؟ نبدأ. طبعا إذا درسنا العلاقة بين عناصر المناخ وتأثيرها على العمليات العسكرية، لابد من هنا أن نقف عند نقاط معينة. عملية التخطيط لعملية عسكرية ما، لابد من دراسة الأحوال الجوية من حيث الأمطار، من حيث الرياح، من حيث الضغط الجوي، سرعة الرياح واتجاهها، شدة الأمطار، حالة الضغط الجوي مرتفع منخفض إلى آخره، الرطوبة إلى آخره. هذه كلها تنعكس بدورها على العمليات العسكرية والتخطيط لعمليات العسكرية. فبالتالي على سبيل المثال حالة الضباب قد تعيق على سبيل المثال حركة الطيران والإقلاع وما شابه ذلك. أيضا بالنسبة للأمطار، إذا كانت هناك أمطار غزيرة جدا قد تعيق حركة الوسائل العسكرية كالدبابات وما شابه ذلك. ومن ثم أيضا انخفاض درجة الحرارة وارتفاع درجة الحرارة يؤثر سلبا أو إيجابا على حركة وسائل النقل العسكري. وأضرب مثال على ذلك: عندما غزا الجيش الألماني روسيا، طبعا لم يكن هناك لديه استعدادات واضحة ودراية كاملة بطبيعة الظروف المناخية القارسة، فكانت الأحوال المناخية الباردة لها انعكاسات سلبية في هزيمة الجيش الروسي. إذا انخفاض درجة الحرارة والجليد والثلج أدى إلى هزيمة الجيش الألماني أمام الجيش الروسي. أيضا في فيتنام، الجيش الأمريكي والثوار الفيتناميين الذين يعايشون ويتعلمون وقد يكونوا تهيئوا لظروف المناخ الموجودة في هذه المنطقة من أحوال ماطرة جدا، هزموا الجيش الأمريكي في فيتنام. الجيش الأمريكي لم يكن على استعداد واضح بالنسبة للأمطار الغزيرة، فانعكس ذلك سلبا على الجيش الأمريكي الذي هزم أمام الثوار الفيتناميين. استخدام الرادارات، من استخدام الصواريخ العابرة للقارات، تستطيع من خلالها تجاوز الأحوال الجوية الحالية، وهذا ما لمسناه من خلال الغزو الأمريكي للعراق. أيضا قد يطرح أمامنا سؤال آخر يتعلق بعناصر المناخ وتأثيرها على الزراعة. السؤال كما نشاهده على الشاشة: لعناصر المناخ أثر واضح على الزراعة البعلية، وضح ذلك. نشاهد. طبعا الزراعة البعلية ترتبط بالأمطار، على أغلب الأحوال ترتبط بمعدلات الأمطار لأنها تعتمد اعتمادا أساسيا على هذه الأمطار. فكمية الأمطار التي قد تسقط تحدد نوعية المحاصيل الزراعية وكمية هذه المحاصيل الزراعية، وقد تعطي محصولا ناجحا أو محصولا فاشلا. أيضا درجة الحرارة لها تأثير في هذا الجانب. فدرجة الحرارة، هناك درجة صفر النمو يؤثر في المحصول، إما أن يزيد في هذا المحصول أو يؤدي إلى تدمير هذا المحصول، لأنه كل محصول له درجة صفر نمو محددة. عند هذه الدرجة انخفاض درجة الحرارة لهذا المحصول تؤدي إلى عدم نموه. يعني إذا انخفضت درجة الحرارة لمحصول ما تؤدي إلى عدم نمو هذا المحصول، وإذا زادت أيضا قد تؤدي إلى تدمير هذا المحصول. حالة الصقيع مثلا قد تودي بكثير من المحاصيل الزراعية مثل محصول الفول، محصول الذرة أو غير ذلك.
رياح الخماسين على سبيل المثال، والتي تحمل دائما معها درجات حرارة عالية جدا قد تؤدي إلى حرق الكثير من المحاصيل وتدميرها، مثل محصول القطن ومحصول الفول وغير ذلك. أيضا لعناصر المناخ لها انعكاس آخر على النبات الطبيعي، ولنعطي مثالا على ذلك الغابات الاستوائية أو المناطق الصحراوية، ونطرح السؤال التالي: ما علاقة عناصر المناخ بالغطاء النبات الطبيعي؟ أو لو صغنا السؤال: ما هي طبيعة العلاقة بين عناصر المناخ والغطاء النباتي الطبيعي؟ لننظر إلى الإجابة. أعطي مثالا على ذلك: في المنطقة الاستوائية مثلا هناك أمطار غزيرة، حرارة شديدة. الأمطار الغزيرة المقترنة بالحرارة الشديدة تساعد بشكل كبير جدا على نمو غطاء نباتي كثيف جدا، وهذا ما نلمسه في المنطقة الاستوائية بالقرب من خط الاستواء، حيث أمطار التصعيد وأمطار غزيرة على مدار العام، فهذا يساعد على وجود غطاء نباتي كثيف متشابك الأغصان، أوراقه تحجب أشعة الشمس عن أرضية الغابة. بينما نجد أن المنطقة الصحراوية، هذه المنطقة شحيحة الأمطار وحرارة مرتفعة جدا، وهذا له دور كبير جدا في ندرة الغطاء النباتي. لذلك نجد أن هناك نباتات معظمها نباتات شوكية تتحمل أو تتحايل على ظروف الجفاف على وسائل النقل والمواصلات. وهنا نطرح السؤال التالي: لعناصر المناخ دور واضح ومؤثر على وسائل النقل والمواصلات، وضح ذلك. ممكن أن يأتي السؤال بصيغة أخرى: تتوقف وسائل النقل والمواصلات على عناصر المناخ؟ اشرح هذه العبارة، بما تفسر، علل، إلى آخره. أي إن كانت صيغة هذا السؤال فهو يتجه بنا نحو إجابة واضحة تتمثل بالعلاقة ما بين أحوال الجوية وعناصر المناخ وعلاقتها بوسائل النقل وشبكات النقل المختلفة. طبعا مراقبة الأحوال الجوية خاصة بالنسبة للنقل الجوي والنقل البحري عملية مهمة جدا. إقلاع الطائرة أو هبوط الطائرة لابد من التعرف على حالة الأحوال الجوية وعناصر المناخ المختلفة، من رياح، من حرارة، من ضباب، وهذه أخطر عناصر المناخ التي تؤثر على عمليات الإقلاع والهبوط بالنسبة للمطارات والطائرات، وقد تلغى الكثير من الرحلات الجوية في حال وجود ضباب كثيف، أو إذا كانت هناك ثلوج على أرضية المدارج، مدارج الطائرات، وأيضا إذا كانت هناك أمطار غزيرة جدا أو كانت الرياح شديدة جدا قد تنعكس سلبا على عمليات الإقلاع أو الهبوط. الضباب الكثيف له تأثير، أيضا العواصف الرملية لها تأثير، يعني كثير من المطارات القريبة من الصحاري وإذا كان هناك عواصف رملية قد أيضا تنعكس سلبا على عمليات الإقلاع والهبوط للطائرة. شبكات الطرق، إذا كانت في هذه الشبكات قريبة من الصحراء، على سبيل المثال الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية، إذا كان هناك عاصفة صحراوية رملية قد تغلق هذا الطريق تماما، وضياع الكثير من المركبات البرية أو فقدانها الصواب أو صوابها عن الجادة أو عن الطريق، وبالتالي تضيع هذه السيارات في قلب الصحاري. لذلك أبناء الطلبة نجد أن عناصر المناخ تنعكس سلبا على وسائل النقل أو شبكات النقل، سواء من ناحية ضباب، عواصف الرملية، الأمطار، الرياح، أو الجليد أو غير ذلك. هذه كلها تنعكس على شبكات الطرق وعلى وسائل النقل المختلفة. ننتقل الآن إلى عناصر المناخ المختلفة، ولكن قبل أن نتحدث عن عناصر المناخ المختلفة نلخص أننا تحدثنا في الدرس الأول من الوحدة الأولى عن مفهوم الجغرافيا المناخية، فرقنا ما بين الطقس والمناخ، بينا العلاقة ما بين
عناصر المناخ المختلفة وأثرها على الأنشطة الاقتصادية، سواء الزراعة البعلية أو وسائل النقل المختلفة أو الغابات والنباتات الطبيعية المتنوعة. ننتقل الآن لنتعرف على عناصر المناخ، ونبدأ أولا بالإشعاع الشمسي. طبعا بالنسبة للإشعاع الشمسي، متعارف على الإشعاع الشمسي هو مصدره الأول أو مصدر الإشعاع لدينا في الكرة الأرضية هي الشمس. الشمس هي مصدر الإشعاع الشمسي للكرة الأرضية ولمجموعتنا الشمسية بالكامل، حيث تصلنا موجات كهرومغناطيسية من هذه الشمس. ولكن هنا رغم ضخامة الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الكرة الأرضية والذي ينبعث من الشمس، إلا أنه ما يصلنا إلى سطح الأرض كمية متواضعة، كمية قليلة. وهنا يطرح السؤال التالي: علل أو بما تفسر رغم ضخامة الطاقة الشمسية؟ الطاقة الشمسية تنبعث منها حرارة هائلة، ولكن ما يصل منها إلى سطح الأرض كمية قليلة جدا. أعيد السؤال: رغم ضخامة الطاقة الشمسية إلا أن ما يصل منها إلينا قليل. لماذا طيب؟ هنا يتلخص في ثلاث نقاط. طبعا الإشعاع الشمسي الذي يصل أو ينبعث من الشمس، جزء منه يتم امتصاصه، وجزء منه ينعكس إلى الفضاء الخارجي، وجزء يتشتت. طبعا جزء يتم امتصاصه من قبل مكونات اللي هو الموجودة على سطح الأرض، وجزء ينعكس بفعل الشوائب وفعل الغيوم التي تحيط بالكرة الأرضية، وجزء يتم تشتيته يتشتت في الفضاء الخارجي. ننتقل إلى نقطة ثانية، وهنا يطرح السؤال التالي: ما الفرق بين الأشعة المرئية والأشعة غير المرئية؟ طبعا من الطبيعة أبناء الطلاب وبنات الطالبات، الإشعاع الشمسي نقسمه أو ينقسم إلى قسمين: أشعة مرئية وأشعة غير مرئية. الأشعة المرئية التي تتمثل عادة بألوان الطيف، ولكن الأشعة غير المرئية التي تتمثل بالأشعة الحرارية. طبعا أولا نتعرف على الأشعة المرئية. الأشعة المرئية هذه هي ما تعرف بالأشعة الضوئية، أو ما نعرفها بألوان الطيف السبعة المتمثلة بالبنفسجي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر والنيلي. وهذه الأشعة الضوئية طبعا نلمسها ونشاهدها خاصة في ألوان الطيف في فصل الشتاء، وترى بالعين المجردة. هذه الأشعة المرئية هي ذات موجات قصيرة، ذات موجات قصيرة. هذه تتراوح ما بين 4 إلى 7 ميكرون، والميكرون متعارف عليه يساوي 1 مليمتر. طب نسبتها تمثل قديش؟ هي تمثل نحو 45% من الإشعاع الشمسي. إذن الأشعة المرئية قلنا هي أشعة قصيرة، وهذا يأتي أحيانا اختيار من متعدد ضمن أسئلة نهاية العام. هي أشعة قصيرة تمثل حوالي 45% من مجموع الإشعاع الشمسي، هي أشعة ضوئية تتمثل في ألوان الطيف السبع. ننتقل أيضا إلى الأشعة غير المرئية، الشق الثاني من الإشعاع. إذا قلنا هناك أشعة مرئية وهي الضوئية وتمثل 45%، إشعاعاتها قصيرة، وأؤكد أن إشعاعاتها قصيرة تتراوح ما بين 4 إلى 7 ميكرون. أما الأشعة غير المرئية وهذه تمثل الباقي، أي الأشعاع الحراري، وهي تمثل حوالي 55% من الإشعاع الشمسي، وتنقسم إلى نوعين. أولا أشعة ذات موجات طويلة، نتعرف عليها. نلاحظ أمامنا على الشاشة الأشعة ذات الموجات الطويلة، وهذه تتراوح ما بين 7 مايكرون إلى 4 مايكرون، وهذه تتمثل في الأشعة الحمراء التي يطلق عليها بالأشعة الحرارية.
طبعا هذه تتسبب عادة بارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي وسطح الكرة الأرضية، تشكل نحو 46% من الإشعاع الشمسي. إذن هذا النوع من الإشعاع ذو موجات طويلة، ذو موجات طويلة تتراوح ما بين 4.7 إلى 4 مايكرون. أكرر أنها ذات موجات طويلة، وهذه ممكن أن تأتي في نهاية العام ضمن اختيار من متعدد، وهي إشعاعات حرارية تشكل 46% من حجم أو مجموع الإشعاع الشمسي. النوع الثالث وهو الأشعة ذات الموجات القصيرة جدا، ذات الموجات القصيرة جدا، وهذه كما نشاهدها على الشاشة هذه موجات أقل من 4 مايكرون، أقل من 4 مايكرون، وهي أيضا أشعة حرارية، منها أشعة جاما، أشعة إكس أو ما تعرف بالأشعة السينية، أشعة فوق البنفسجية، وهذه تشكل حوالي 9%. إذن نلاحظ أن الأشعة الضوئية المرئية شكلت لدينا 45%، الأشعة الحرارية شكلت 55%، وقسمناها إلى قسمين، أشعة ذات موجات طويلة شكلت 46%، وهي موجات طويلة تزيد عن 7 مايكرون إلى 4 مايكرون، أشعة قصيرة جدا وهي تتمثل بأشعة إكس وأشعة جاما وغيرها، هذه الأشعة أقل من 4 مايكرون، وهذه الأشعة طبعا قصيرة جدا، وقد تأتي في الامتحانات أيضا ضمن الاختيار من متعدد. ننتقل إلى الإشعاع الشمسي لنتعرف عليه. السؤال الذي يطرح ذاته هنا، السؤال الذي يطرح نفسه، بما تفسر اختلاف كمية الإشعاع الشمسي الواصل إلى سطح الأرض من مكان إلى آخر؟ يعني لو نظرنا إلى سطح الأرض بصفة أساسية نجد أن هناك اختلافات واضحة من منطقة إلى منطقة في كمية الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى هذه المنطقة، وهنا يتوقف على جملة من العوامل. نلخص هذه العوامل في أولا زاوية سقوط أشعة الشمس، 2 صفاء الجو، 3 طول النهار، 4 مواجهة السفوح الجبلية. إذن عندي 4 عوامل لها تأثير في اختلاف كمية الإشعاع الشمسي الواصل إلى سطح الأرض، تمثلت في أولا زاوية سقوط أشعة الشمس، 2 صفاء الجو، 3 طول ساعات النهار، 4 مواجهة السفوح الجبلية. ولنبدأ بعملية الشرح التفصيلي في هذه النقاط. نبدأ بالسؤال الأول، وهذا السؤال يعالج قضية زاوية سقوط الإشعاع الشمسي. السؤال يقول كالتالي: بما تفسر أو علل تستقبل المناطق الاستوائية والمدارية كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي؟ تستقبل المناطق الاستوائية والمدارية كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي على عكس المناطق طبعا القطبية. نلاحظ أن الإشعاع الشمسي في المناطق الاستوائية تكون هناك الأشعة الشمسية عمودية على خط الاستواء أو المناطق القريبة من خط الاستواء، على عكس المناطق القطبية تكون أو يكون الإشعاع الشمسي بزاوية مائلة كبيرة جدا. إذن نلاحظ أن المنطقة الاستوائية معظم أيام السنة يكون الإشعاع الشمسي دائما إشعاع عمودي أو بزاوية عمودية على منطقة خط الاستواء والعروض القريبة من خط الاستواء، على العكس من المناطق القطبية حيث نجد أن زاوية سقوط الإشعاع الشمسي زاوية مائلة، وهذا له تأثير على درجات الحرارة من منطقة الاستواء ومنطقة القطبين، نجد أن هناك تباين واختلاف واضح ما بين المنطقتين. طب لماذا؟ أولا أن الإشعاع الشمسي أو الأشعة العمودية عادة تقطع مسافة أقصر ما بين الشمس والأرض على عكس الأشعة المائلة، الأشعة المائلة تقطع مسافة أطول. 2 الأشعة العمودية يكون تركيزها على مساحة محددة، بينما نجد
أن الأشعة المائلة تأخذ حيزا واسعا من سطح الأرض. إذا هناك سببين. السبب الأول أن الأشعة العمودية تقطع حيزا أو تقطع مسافة أقصر من الأشعة المائلة. اثنين، الأشعة العمودية تسقط على حيز أقل من الأشعة المائلة التي تغطي حيزا أوسع، فلذلك تكون نسبة تركيز الأشعة العمودية أكثر من نسبة تركيز الأشعة المائلة. ننتقل للصورة، وهذه الصورة توضح لنا التفصيل. ننظر إلى خط الاستواء، نشاهد هذه صورة للكرة الأرضية، ننظر إلى خط الاستواء ونشاهد زاوية عمودية أو زاوية سقوط الأشعة الشمسية. عند خط الاستواء الزاوية زاوية عمودية، بينما في المناطق القطبية والمناطق الشمالية أو أقصى الجنوب وأقصى الشمال من الكرة الأرضية أي بالقرب من الدائرة القطبية، نجد أن زاوية سقوط الأشعة الشمسية زاوية مائلة. وبالتالي لاحظ طول عمود الإشعاع الشمسي عند القطبين أطول من زاوية أو من طول الإشعاع الشمسي عند خط الاستواء. أيضا زاوية السقوط عند القطبين أو الحيز الذي تشغله الأشعة الشمسية عند خط الاستواء حيز قصير أو مساحة صغيرة، بينما عند القطبين حيزا واسعا فيؤدي إلى تشتت الإشعاع الشمسي. نأتي إلى تفسير للنقطة الثانية. السؤال بيطرح نفسه، ما أثر طول ساعات النهار على كمية الإشعاع الشمسي الواصل إلى سطح الأرض؟ ما أثر طول ساعات النهار على كمية الإشعاع الشمسي الواصل إلى سطح الأرض؟ هذا ما نلمسه في فصل الصيف، ونحن مقدمون على فصل الصيف. نلاحظ أن ساعات النهار تزداد، وكمية الإشعاع الشمسي والحرارة التي تتلقاها أو تستقبلها الكرة الأرضية في فصل الصيف يكون أكثر من فصل الشتاء، فلذلك نجد أن درجة الحرارة في فصل الصيف أعلى بكثير من درجة الحرارة في فصل الشتاء. إذن نعيد ونكرر مرة ثانية أن ساعات النهار تزداد في فصل الصيف، لقد تصل إلى حوالي 13 أو 14 ساعة ساعات النهار، على عكس فصل الشتاء الذي يتراوح ما بين 11.5 إلى حوالي 12 ساعة. وبالتالي تزداد درجة الحرارة التي تكتسبها الكرة الأرضية في فصل الصيف والتي تتراكم يوما بعد يوم فتزداد درجة حرارة الأرض. العامل الثالث وهو السفوح الجبلية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل تختلف السفوح الجبلية المواجهة للإشعاع الشمسي في تلقيها الإشعاع الشمسي عن السفوح الأخرى التي تقع في ظل المطر أو ظل الشمس؟ السؤال يقول، هل تختلف السفوح الجبلية في تلقيها الإشعاع الشمسي؟ نعم، السفوح المواجهة للشمس والإشعاع الشمسي منذ ساعات الصباح الأولى وحتى المغيب نجد أن درجة حرارتها أعلى بكثير من السفوح الأخرى التي لا تواجه الشمس. لذلك نجد في فلسطين على سبيل المثال، نجد أن السفوح الشرقية والسفوح الجنوبية تتلقى كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي أكبر بكثير من السفوح الغربية والسفوح الشمالية. لماذا؟ السفوح الشرقية والسفوح الجنوبية تتسلط أو تسقط عليها الإشعاع الشمسي منذ الشروق وحتى المغيب، بينما السفوح الغربية والسفوح الشمالية نجد أن تلقيها الإشعاع الشمسي محدود جدا، ولذلك نجد درجة حرارتها أقل بكثير. إذن لو طرح السؤال التالي، لماذا نجد أن السفوح الشرقية والسفوح الغربية من جبال فلسطين أكثر حرارة من السفوح الغربية والشمالية؟ أعيد وأكرر السؤال، لماذا نجد أن السفوح الشرقية والسفوح الجنوبية أعلى حرارة من السفوح الغربية والسفوح الشمالية؟ نقول أن السفوح الشرقية والسفوح الجنوبية تتلقى إشعاعا شمسيا أو تستقبل درجات حرارة أكثر بسبب أنها تواجه
الإشعاع الشمسي منذ ساعات الصباح الأولى وحتى المغيب. ننتقل إلى سؤال آخر. السؤال يقول: بما تفسر وصول كمية قليلة من الإشعاع الشمسي لمناطق وسط وغرب أوروبا؟ وهذا يتحدث من خلاله عن صفاء الجو. صفاء الجو من الطبيعي وجود الغيوم، وجود الغبار، وجود الضباب يحجب جزء كبير جدا من الإشعاع الشمسي، بل يعكس جزء كبير جدا ويشتت جزء كبير من الإشعاع الشمسي في الفضاء الخارجي، لأن يعمل عملية تشتيت وعكس لجزء كبير من الإشعاع الشمسي قبل أن يصل إلى سطح الأرض. وبالتالي نجد أن غرب أوروبا وسط أوروبا نتيجة لتراكم الغيوم ونتيجة لتراكم الغبار في وسط أوروبا وغرب أوروبا يؤدي ذلك إلى وصول كمية قليلة من الإشعاع الشمسي إلى سطح الأرض في وسط وغرب أوروبا. الإشعاع السحب الموجودة في وسط أوروبا إذا تعمل على امتصاص جزء وعكس جزء من الإشعاع الشمسي الذي يصل من الشمس إلى سطح الأرض، وبالتالي الكمية التي تصل إلى سطح الأرض كمية تكون قليلة، عكس المناطق الصحراوية. على سبيل المثال الصحراء الكبرى في أفريقيا تتلقى كمية هائلة من الإشعاع الشمسي. لماذا؟ قلة الغطاء أو قلة الغيوم والسحب في هذه المنطقة، حيث تصل الإشعاع الشمسي إلى سطح الأرض بشكل مباشر. ننتقل إلى العنصر الثاني وهو درجة الحرارة. إذا عندي تحدثنا عن الإشعاع الشمسي، ميزنا بين الأشعة المرئية الضوئية والأشعة غير المرئية الحرارية، وتحدثنا عن العوامل التي تؤثر في الإشعاع الشمسي، سواء صفاء الجو أو مواجهة السفوح الجبلية أو طول ساعات النهار أو زاوية سقوط الإشعاع الشمسي. الآن ننتقل إلى العنصر الثاني وهو درجة الحرارة. طبعا درجة الحرارة لها انعكاس كبير جدا على كافة عناصر المناخ الأخرى، من ضغط جوي، من رياح، من أمطار، من ضباب، من ندى إلى آخره. طبعا نبدأ بالسؤال التالي الذي نشاهده الآن على الشاشة: وضح الطرق التي يتم من خلالها تسخين سطح الأرض والغلاف الجوي. طبعا عملية تسخين الغلاف الجوي تتم من خلال عمليتين: إشعاع شمسي المباشر وإشعاع حراري أرضي. أولا إشعاع الشمسي المباشر، مباشرة بمجرد انتقال الإشعاع الشمسي عبر الغلاف الجوي إلى سطح الأرض يبدأ جزء من أو يبدأ الغلاف الجوي بارتفاع درجة حرارته مباشرة بمجرد اختراق الحرارة ومرورها بالغلاف الجوي، يبدأ الغلاف الجوي بارتفاع درجة حرارته بالتدريج. إضافة لذلك وجود العوالق الموجودة في الغلاف الجوي كالغيوم والغازات والبخار والأتربة والشوائب المختلفة، فهذه كلها تمتص جزء من الإشعاع الشمسي فترفع من درجة حرارة الهواء. أما العنصر الثاني وهو الإشعاع الحراري الأرضي. إشعاع الحراري الأرضي حيث أن جزء من الإشعاع الشمسي يصل إلى سطح الأرض، وهذا الإشعاع الحراري الأرضي ينعكس مرة أخرى بعدما تتلقى الأرض الأشعة الشمسية، وتبدأ بعكس جزء من هذا الإشعاع الحراري، وبالتالي يؤثر في الغلاف الجوي. ويتم هذا الأمر من خلال عدة عناصر. أولا عملية التلامس. إذا يسخن الهواء الملامس لسطح الأرض تلقائيا بمجرد ملامسته لسطح الأرض، أو يبرد إذا كانت حرارة الأرض مرتفعة، فتؤدي إلى تسخين الهواء الملامس لها مباشرة، كما هو الحال في المناطق الصحراوية وكما نلمسه في فصل الصيف. أما إذا كانت درجة حرارة الأرض باردة كما نلمسه في فصل الشتاء أو المناطق الباردة الصحاري القطبية الباردة،
هذا يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة تدريجيا. النقطة الثانية وهي عملية الحمل. عملية الحمل بمجرد ما يلامس الهواء درج يلامس الهواء سطح الأرض يسخن فيتمدد فيرتفع إلى أعلى على شكل تيارات هوائية مرتفعة صاعدة، وبالتالي يحل محله هواء بارد فيسخن بالتدريج. العملية الثالثة وهي فقدان الحرارة الكامنة في بخار الماء. بخار الماء الموجود في الهواء بمجرد ما يتكاثف هذا البخار يبدأ يفقد درجات الحرارة الكامنة فيه فتنتشر في داخل الغلاف الجوي. إذن هناك ثلاث طرق: أولا عملية التلامس، اثنين عملية الحمل، ثلاثة عملية فقدان الحرارة الكامنة في بخار الماء. الثلاث عمليات هذه تعمل على تسخين الهواء الملامس لسطح الأرض. هكذا طبعا أبنائي وبناتي الطلبة أدركنا الوقت. طبعا نعيد مرة أخرى ما تحدثنا به خلال هذه الحلقة. تحدثنا في البداية عن الطقس والمناخ وتأثيرها في الأنشطة البشرية المختلفة، ثم انتقلنا إلى الحديث عن عناصر المناخ، وبدأنا بالإشعاع الشمسي وبينا وميزنا بين الإشعاع أو الأشعة المرئية والأشعة غير المرئية والعوامل المؤثرة في الأشعة الشمسي، ثم انتقلنا إلى العنصر الآخر وهو الحرارة، وتحدثنا عن الحرارة بنوع من الاستفاضة. نستكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بالحديث عن العوامل التي تؤدي إلى اختلاف درجات الحرارة على سطح الأرض. سعدنا بصحبتكم خلال هذه الحلقة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يفيدكم وينفعكم مما في هذه الحلقة، وإلى أن ألتقيكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.